تعال اقول لك مين هم اولياء الله. ربنا سبحانه وتعالى بيقول في كتابه العزيز: الا ان اولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين امنوا وكانوا يتقون. اولياء الله عز وجل هم العباد اللي ربنا سبحانه وتعالى اختارهم واصطفاهم لقربه. كلمه ولي في اللغه يعني القريب او الحبيب. طب اولياء الله عز وجل دول صفاتهم ايه؟ اول حاجه الايمان العميق، ايمانهم راسخ وقوي بيتجلى في القول والعمل. تاني حاجه التقوى، بيخشوا الله عز وجل في السر والعلن وكل بعدهم عن المعاصي والذنوب. تالت حاجة الاستقامة، ثابتين على طاعة الله عز وجل ومستمرين في العمل الصالح في كل وقت. رابع حاجة الزهد، ما بتغرهمش الدنيا بكل اللي فيها ولا حتى فرق معاهم، همهم الآخرة ورضا الله عز وجل وبس. خامس حاجة الإخلاص، بيعبدوا الله عز وجل وكل أعمالهم خالصة لله. سادس حاجة حسن الخلق، مع عملتهم للناس بكل تواضع ورحمة وصبر. طب الناس اللي عندهم الصفات دي كلها تتخيل مكانتهم تبقى عند ربنا سبحانه وتعالى عاملة ازاي؟ هنلاقي اعلى حاجة محبة ربنا سبحانه وتعالى ليهم: من عاد لي وليا فقد اذنته بالحرب. تاني حاجة الطمأنينة والسكينة، مش بيخافوا على اي امر بيحصل لهم في امور الدنيا وبيتقبلوه بكل رضا. تالت حاجة اجابة الدعاء، دعائهم مستجاب غالبا لصدقهم واخلاصهم. حاجتين مهمين أو لازم تكون عارفهم. اول حاجة اولياء الله عز وجل مش معصومين من الخطأ، بس عندهم سرعة رهيبة جدا في التوبة والرجوع لله عز وجل. تاني حاجة باب الولاية مفتوح لكل مسلم بيجتهد في الطاعة والعمل الصالح. ربنا سبحانه وتعالى: يجعلني وإياكم من الذين قال فيهم لا خوف عليهم ولا هم يحزنون اللهم آمين.